والأشياء الواضحة مباشرة. هنا بالنسبة للكلارنت هي القضية حسية، يعني أنا كيف أحب يكون صوت الكلارنت في سمعي قبل ما أبدأ فيه في المكساج. فنسمع ونشوف. يعني معذرة على نوعية الصوت هذا، ولكن احنا ما يهمنا الآن وشو خامة الصوت وشو جودته، يعني في كلارنت أجمل من كذا بكثير، ولكن وش ممكن أنا أعدل على هذا الصوت الكلارنت بحيث أنه يعني أبدأ أحب أنه يكون هو موجود في العمل. عادة منطقة الكلارنت في كيكولايزر نقلل، يعني اخليه ضخم اكثر صح التعبير، في فلتر في اليو اي دي ممكن ينفعني برضو. هذا الفلتر فكرته هو ساتشوريتر، طريقته شوية معقدة، ولكن الغرض ان انا ابغى انعش هذا كلارنت وراح اضيف عليه من نفسه وياخذ من نفس الصوت طلع الهارمونيك الثيرد والسكند، وانا ابدا اضيف من كميته. وهنا بالنسبه للثيرد هارمونيك فخلينا على الميد، لان انا منطقه الكلارنت هذه منطقه الميد ابغى انعشها. اللي شفتوا شباب هنا انا زدتها بالكوالايزر، لكن هنا قاعد يضيفها بطريقة البارلل، يعني يخلق لي صوت من هذا الصوت الثيرد هارمونيك والسكند هارمونيك ويجي يدخلهم على الصوت بمفهوم البارلل. هذه الثيرد، هاي السكند، فانا ابغى الثيرد مع السكند. فنسمع الان قبل بعد. شباب لا ننسى مسألة الليفل، يعني الليفل دائما يكون متساوي قبل وبعد عشان لا يخدعنا ارتفاع الصوت. قبل يعني صاير الصوت احنا سمعناه قبل، لكن صاير الصوت فيها شاشة شوي، لكن مع اضافة الهارمونيك هذا شوفوا الصوت انضاف فيه شيء، صار فيه زخم اكثر. طيب هذا بالنسبة الى الكلارنت، وبرضو راح اضيف معاه الريفيرب، الريفيرب هنا علشان برضو ينتعش اكثر كصوت. نرفع الصوت